بالفعل اليوم هو بداية فصل الشتاء رسميا، ومعه لاحظنا استقرار في الأحوال الجوية بعد موجة من الطقس غير المستقر شهدناها خلال الفترة أو الأيام الماضية، وحيث يسود اليوم يعني أو خلال الأيام المقبلة طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة اليوم 8 درجات مئوية. المزيد عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة يسعدنا أن يكون معنا دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة بعد التحية، اليوم هو تحسن في الأحوال الجوية بعد موجة الطقس غير المستقر، كيف سيكون الحال خلال الفترة المقبلة؟ أهلا بحضرتك أستاذة شيرين، وأهلا بكل أستاذة المشاهدين من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر. بالفعل شاهدنا الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع طبعا نشاط الرياح اللي أثر على مختلف قطاعات الجمهورية وزود إحساسنا ببرودة الطقس. أيضا شهدنا أمطار متفاوتة الشدة على العديد من مناطق الجمهورية، من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، امتدت لسيناء والشمال الصعيد. لكن بداية من اليوم زي ما حضرتك ذكرتي بدأ التحسن في الأحوال الجوية، بالفعل بدأت تهدأ سرعات الرياح على معظم مناطق الجمهورية. أيضا بالنسبة لفرص سقوط الأمطار ما زالت موجودة فقط على المناطق الشمالية، على السواحل الشمالية للبلاد وبعض محافظات شمال الدلتا، لكن بالنسبة للقاهرة الكبرى انعدمت تماما فرص سقوط الأمطار. الشمس بدأت تعود للسطوع مرة أخرى على مدار فترات اليوم، بدأت درجات الحرارة ترتفع تدريجيا. السبب في ذلك بيرجع زي ما احنا ملاحظين من خلال الخرائط الجوية إلى تأثر جمهورية مصر العربية بمرتفع جوي على معظم المناطق، ده بيؤدي إلى طبعا وجود رياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا. هذه الرياح الشمالية الغربية بتعمل على تأثر البلاد بكتل هوائية مستقرة في درجات الحرارة، وأيضا بتعود معها تكون الشبورة المائية في فترات الصباح البكر. هل سنشهد في فترات الصباح البكر أي شبورة مائية خلال الفترة المقبلة؟ إن شاء الله، باعتبارا من غدا إن شاء الله هتبدأ تتكون الشبورة المائية في الصباح البكر، وخاصة والطرق الزراعية، وبننصح بالقيادة بهدوء. لكن بطمن كل السادة المشاهدين ان هي شبورة خفيفة ما فيش منها قلق او اي اعاقة لحركة المرور والسفر على كافة الطرق في كافة محافظات الجمهورية. شهدنا بالامس في محافظة الاسكندرية سقوط للثلوج، هل سنشهد ايضا مرة اخرى هذا المشهد، وهل سيكون في الاسكندرية فقط ام على محافظات اخرى؟ هو طبعا اللي حصل امس كان تساقط لحبات البرد، ده كان متوقع من هيئه الارصاد الجويه، ده كان بسبب المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط اللي ادى لانخفاض كبير في درجات الحراره في طبقات الجو العليا، وصلت الى 30 درجه مئويه تحت الصفر، ده ادى الى ان قطرات الميه داخل السحب تجمدت وسقطت على هيئه الثلوج او حبات البرد. شهدنا هذا المنظر في الاسكندريه امس، ايضا شهدنا تكون لبعض الثلوج على مرتفعات وسط سيناء اللي طبعا كان بسبب القمم الجبليه المرتفعه، انخفضت درجه الحراره ووصلت الى 2 درجه مئويه تحت الصفر، فده ادى لتساقط الثلوج على مرتفعات كاترين ووسط سيناء. لكن الايام القادمه باعتبارا من اليوم وحتى منتصف الاسبوع القادم الجو هيكون مستقر تماما، مفيش اي تساقط لحبات البرد او للثلوج، لكن وارد ان احنا طبعا خلال فصل الشتاء وارد ان تتكرر هذه الموجات البارده وحالات عدم الاستقرار، وارد ان احنا طبعا نشوف تساقط للبرد على مناطق مختلفة من الجمهورية. مع الاستقرار في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، هل سيكون هناك أي نشاط للرياح سواء محملة بالأتربة أو ما إلى ذلك؟ هو طبعا في نشاط محدود للرياح على بعض المناطق اعتبارا من غدا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لكنه نشاط محدود للرياح، سرعة الرياح بتتراوح ما بين 30 و 35 كيلو متر على الساعة، لكن ده ما بيأديش لأي مشاكل، يعني نقدر نقول إن الأجواء بصفة عامة مستقرة تماما إن شاء الله. هل الاستقرار أيضا يشمل حالة البحرين الأحمر والمتوسط؟ هو فعلا البحرين الأحمر والمتوسط مستقرين تماما، ارتفاع الموج بيتراوح من 1.5 متر، نقدر ان هم نقول ان هم مهيئين تماما لعمليات الصيد والملاحه، بعد طبعا ما شهدنا اضطرابات كبيره جدا في البحر المتوسط امس وسط ارتفاع الموج ل5 امتار، الحمد لله هدات الامواج اعتبارا من اليوم، والايام القادمه افضل حالا ان شاء الله. هل يعني الهيئه العامه للارصاد الجويه يمكنها ان تقدم بعض النصائح للمواطنين خاصه مع بدايه فصل الشتاء من اليوم؟
هو طبعا كل عام وحضراتكم بخير وكل الساده المشاهدين بخير. بالفعل بدا فصل الشتاء، احنا نصحتنا لكل الساده المشاهدين متابعه النشرات الجويه يوميا من خلال التنبؤات اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه على الموقع الرسمي ima.gov.eg او الصفحه الرسميه على الفيسبوك الهيئه العامه للارصاد الجويه المصريه. ايضا ارتداء الملابس الشتويه الثقيله سواء اثناء فترات النهار او الليل حتى مع سطوع اشعه الشمس اثناء فترات النهار. القياده تكون بهدوء على الطرق اثناء تكون الشبوره في الصباح الباكر وطبعا اثناء سكوت الامطار، لكن الحمد لله الايام القادمه بنطمن كل الساده المشاهدين الامطار امطار خفيفه المتوسطه على السواحل الشماليه فقط، فان شاء الله نتمنى السلامه للجميع وما يحصلش اي مشاكل. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر مدير مركز الاستشارة عن بعد بهيئه الارصاد الجويه، وكما ذكرنا مشاهدينا حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه خلال الفتره المقبله. بالعوده اليكم الاستوديو مره اخرى.